العربي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا. هنا تبرز أزمة اللاجئين والنازحين في المنطقة العربية كأحد أهم الأزمات الراهنة بوجه عام، وهي أزمة لها وجوه عدة. أولها لنا هتحدث فيه الحقيقة الوجه السياسي، لأن النزاعات المسلحة والصدمات العسكرية بين الأطراف المتناحرة، خاصة عندما تستمر سنوات وسنوات، هي التي تجبر المواطنين ليس رغبة منهم في السفر، ولكن تجبرهم عن لأن عائلتهم تتعرض لمخاطر كثيرة وللموت أحيانا، يتركوا بيوتهم، حياتهم، حياة أسرهم. والحل الجوهري لهذه الأزمة يجب أن يكون واضحا أمام الجميع، هو الحل إنهاء النزاعات الموجودة والاستقرار السياسي. لا يمكن أن نجد حل لمشكلة اللاجئين إلا لو كان هناك وقف إطلاق نار وعودة الهدوء والسكينة، وهذا يتطلب أمور كثيرة. أولا يجب أن يكون هناك هدف محدد، وهذا ما كانت، أنا سوف أتحدث عن الأزمة السورية وعن الجهود التي قامت بها جامعة الدول العربية خلال عام 2011 وبداية 2012. كان حصلت اتصالات كثيرة من الجامعة أو من المجلس الوزاري، وكان الهدف هو تحقيق استقرار في سوريا، وقف إطلاق نار، وكذلك دخول في إصلاحات سياسية كثيرة. في مرحلة من المراحل كان في تقبل وقف إطلاق النار، وبالفعل أرسلت الجامعة العربية في سابقة في هذا الموضوع، أرسلت مراقبين كانوا بيغطوا 16 مدينة في سوريا. كان في مراقبين من غالبية الدول العربية يعملون في سوريا للتحقق من أن هناك وقف إطلاق النار موجود، لأن لا يمكن أن يتم أي حل سياسي إلا لو كان هناك وقف إطلاق نار. ووقف إطلاق النار يقتضي كما تعلمنا من الأمم المتحدة منذ عام 45 أن يكون هناك مراقبين للتحقق من أن الطرفين يحترم وقف إطلاق النار، لأن نتحدث على طرف واحد، الطرفين. للأسف الشديد لم تنجح هذه المهمة لأسباب لا داعي للدخول فيها الآن، وتقرر بعد ذلك أن يذهب الملف إلى مجلس الأمن. لأن حب أوضح هنا، مجلس الأمن هو المسؤول، عنده المسؤولية الأولية للمحافظة على السلم والأمن في العالم كله، وهو الجهاز الوحيد في العالم الذي يستطيع أن يصدر قرارات ويأمر بتنفيذها وتنفذ. كذلك جامعة الدول العربية، وأنا ذكرت ذلك عدة مرات، هي تدخل في ما يطلق عليه الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، هي منظمة إقليمية تستطيع أن تقوم ببعض أعمال وتقف وتأخذ إذن مجلس الأمن أو تحيل الموضوع لمجلس الأمن. فتم إحالة الموضوع لمجلس الأمن في 22 يناير عام 2011. بدءا من ذلك الوقت كتبت جامعة الدول العربية إلى الأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن وإلى سكرتير عام الأمم المتحدة مرات عديدة تطلب وقف إطلاق النار. لو رجعنا، لو أي حد من حضرات الصحفيين يراجع تاريخ الأمم المتحدة من عام سنة 45 إلى اليوم 70 عاما، نجد أن أي نزاع مسلح بعدما يصل عدد الضحايا فيه لعدد معين 100,000 أيا كان، بيصدر قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، ثم بعد ذلك يمكن الوصول إلى حل أو لا، لكن يقف إطلاق النار. يعني أنا لا أرى في أن أذكر أمثلة، لكن هناك قوات حفظ السلام من الأمم المتحدة في بعض النزاعات من سنة 47 و48 للتأكد من أن في وقت إطلاق نار. لماذا لا يحدث هذا في سوريا؟ هذا موضوع يجب أن ننظر إليه نظرة عامة، ويجب أن العالم كله يبحث لماذا لم يصدر قرار من المجلس لوقف إطلاق النار. سكرتير عام الأمم المتحدة وهو رجل عنده مسؤولية، يعني مسؤولية تشمل العالم كله، تحدث بكل صراحة في مجلس، تحدث أولا في قمة العربية في شرم الشيخ، وتتحدث في مجلس الأمن مؤخرا، أن المجتمع الدولي فشل، المجتمع الدولي كله فشل، ليس جهاز واحد ولا منطقة واحدة. فيما يتعلق بالمشكلة السورية لم ينجح أحد، زي ما كان بيطلع واحد في الامتحانات يقول لك لم ينجح أحد. للأسف الشديد هذا هو الوضع الذي نعاني منه الآن، والذي يجب
انه يعني يعاد النظر فيه. انا معلوماتي، انا كنت بتحدث مع السكرتير العام من اول امس وسوف اتقابل معه يوم 24، ومعلوماتي ان هو يرغب في عمل شيء حتى يعني يحث المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الامن على اتخاذ قرار في هذه الموضوعات والتحرك. الممثل السكرتير العام ستيفان دي مستورا كان هنا من بضعة أيام، تحدث في المجلس وكان هناك تأييد لمكوداته، وأعتقد أنه سواء مكوداته هو بيعمل على مستويين، المستوى السياسي أنه يبقى فيه جهاز اتصال أو جماعة اتصال اسمها كونتا جروب من دول معينة لها علاقة مباشرة بما يدور في سوريا، ثم مجموعات عمل، أربع مجموعات عمل تمس وقف إطلاق نار والشؤون السياسية والأمنية والعسكرية، وكذلك بناء المؤسسات والشؤون الدستورية وإعادة الإعمار. فنرجو أن ده يكون بداية لخطة تقوم بها الأمم المتحدة بالمشاركة من جميع الدول لوقف القتال في سوريا. ارتباطا بهذه النقطة، ودي النقطة الأخيرة اللي حدث فيها، أن المنطقة فيها للأسف الشديد تطرف وإرهاب، وهذا موضوع خطير. تتذكرون حضراتكم المتابعين ما يدور في جامعة الدول العربية أن في 7 سبتمبر الماضي وزراء الخارجية اعتمدوا قرار هام للغاية، أكدوا فيه العزم على مواجهة شاملة مع الإرهاب. مواجهة شاملة مع الإرهاب بمعنى أنها مواجهة جماعية، وشاملة بمعنى أنها ليست فقط الشؤون السياسية أو العسكرية أو الأمنية، لكن تذهب أيضا إلى الفكرية والعقائدية حتى الإعلامية اللي تمس حضراتكم. يعني ده قرار هام، وصدر يعني متابعة له في المجلس الوزاري، لأن الدول العربية يجب أن تعمل معا في هذا الموضوع، وإن شاء الله يعني أرجو أن يكون في نتيجة لهذه الموضوعات. موضوع الإرهاب يقتضي جميع الدول تعمل معا لمواجهة خطر يهدد الجميع، خطر يهدد الجميع. يعني يمكن أتعرض لو سمحتوا لي دقيقة واحدة لموضوع الوجه الإنساني لأزمة اللاجئين، أنه كثير من الصحافة العالمية بتعتبر أن الدول العربية مقصرة، وهذا ليس صحيحا إطلاقا. الدول العربية ما تقوم به لم يصل بصورة صحيحة إلى الإعلام وإلى الصحافة في العالم الخارجي. أنا متأكد في الدول العربية في يعني دولتين، لو ذكرنا دولتين، لبنان والأردن، فيهم 3 مليون لاجئ، 3 مليون، يعني ده بيمثل تلت كل دولة منهم، يعني عملية لم تحدث من قبل. العراق، مصر، السودان فيها يمكن مليون، الثلاث دول دول، وشمال إفريقيا فيها كثير جدا. دول الخليج، دول الخليج الحقيقة يعني الموضوع ده تعرض في المجلس الوزاري، والمجلس رأى الإسهامات التي تقدمها الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخاص من أجل توفير التمويل اللازم وتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين. ومن ذلك يجب أن نشير إلى المؤتمرات الدولية الثلاث التي استضافتها دولة الكويت تحت الرعاية الكريمة لسمو أمير الكويت، وبلغت مساهمة دولة الكويت في المؤتمر الثالث للمانحين لسوريا أكثر من 300 مليون دولار. دولة الإمارات كذلك، المملكة العربية السعودية، قطر، يعني كل الدول الخليجية الحقيقة دفعت، ولديها بتقبل، أنا ما عنديش أعداد بالضبط في كل دولة، لكن بتقبل أعداد كبيرة، وأيضا أنشأت مخيمات كثيرة في الدول التي تستقبل اللاجئين السوريين. فليس صحيحا إطلاقا أن زي ما أشارت بعض الصحف العالمية أن الدول العربية لم تقم بالواجب، لا، قامت بهذا الواجب. أنا سوف أتوقف هنا وأترك المجال للسفيرة ميرفت التلاوي. شكرا. شكرا سيادة الأمين العام، ولو أنك قلبت الموضوع إلى الناحية السياسية إنما ده واجب عليك يعني على أي حد. حضرات السيدات والسادة، بقدم لكم كل الشكر على حضوركم واهتمامكم بهذا المؤتمر الصحفي اللي يتناول
نتيجة الجولة اللي قامت بها منظمة المرأة العربية في عدة دول، لبنان والأردن والعراق وبجانب مصر طبعا، لمعرفة وضع اللاجئات والنازحات، وهو موضوع غاية في الأهمية ولم نعطيه الاهتمام والأولوية اللازمة. المجتمع الدولي اهتم بالناحية السياسية والعسكرية ولكنه أغفل الوضع الإنساني للاجئة وللأطفال والرجال وسيدات يعني، ومعنوه في الانتقال. قبل أن أسرد النتائج للجولة دي، أقدم الشكر للسيد الأمين العام أنه تبنى هذا المؤتمر الصحفي لكي يظهر ويؤكد على ما قامت به الجامعة سياسيا، وده أمر ضروري واجب عليه. الأمر الآخر هو شكر للمنظمات الدولية وعلى رأسهم المفوضية السامية للاجئين. المفوضية السامية للاجئين هي ومكتب الأمم المتحدة للمساواة المرأة اليو ان ويمن ساعدونا في التنظيم وفي عقد المؤتمرات الاجتماعات ولقاء الأفراد هناك، ومن ناحية المالية كذلك، فلهم كل الشكر على ما قاموا به. ما شهدناه في هذه الزيارات يتطلب منا أن احنا نقدم بالغ الشكر للدول المضيفة، دول الجوار، لبنان والأردن والعراق، يعني هي مقسومة ناحيتين جوار، لكن في الوقت نفسه هي عندها مشاكلها من الإرهاب وعندها نازحين من مناطق مختلفة من العراق. فبالرغم من صغر هذه الدول ومشاكلها العديدة أساسا سياسيا واقتصاديا، بلد زي لبنان عندها 4 مليون بشر، الشعب بتاعها 4 مليون، بتستضيف ربع العدد، 100 مليون و100 مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وأزيد من هذا العدد غير مسجل، يعني عندهم تقريبا 1.5 مليون. الأردن كذلك لديها مشاكلها الداخلية نفسها والسياسية والاقتصادية، وبالرغم من كده بيستقبلوا هذه المئات الآلاف والتي تصل إلى 1 مليون، وتتخيلوا الخدمات الاجتماعية المطلوبة والصحية والتعليمية وإقامة المعسكرات وتنظيم العمل داخل المعسكرات، كل هذا يتطلب جهد من الدول المضيفة، فبنحييهم جدا الحقيقة. هذا بالإضافة إلى الدول الأخرى الخليجية التي أشار إليها الدكتور نبيل العربي بأنه قدموا مساعدات، ولكن علمت من الأردن ومن مسؤولين فيها أن هناك عتاب على تسليم هذه الأموال، أحيانا لا تسلم التبرعات إلى الأمم المتحدة المفوضية السامية للاجئين، ولكن لبعض الجمعيات الدولية الكبيرة التي قد لا تسير في نفس الاتجاه في خدمة اللاجئين مع الدولة المضيفة. فهنا الأمر يتطلب إعادة النظر في هذا، يعني الشكر للدول المضيفة بالرغم من ما تعانيه أوروبا من 120,000 بس راح هناك، هزت أوروبا كلها وعمل لهم مشكلة كبيرة. المشكلة اللاجئين مشكلة وظاهرة فظيعة، يعني أنا بقول اللاجئين السوريين والعراقيين
واليمنيين والليبيين، لكن أيضا لا ننسى الفلسطينيين، لأن اللاجئين الفلسطينيين كانوا في اليرموك وطلعوا من معسكر اليرموك في سوريا نتيجة الأحداث، وهم الحقيقة أجبروا على هذا. الأولوية على حضراتكم كإعلام أن احنا نصهر ما نقوم به للعالم الغربي، لأنه يردد في كل المحطات الأجنبية أننا مقصرين، أن الدول العربية مقصرة، لابد من إصهار هذا. وعشان كده احنا عملنا فيلم، وتقدروا حضراتكم بتاخدوه مننا وتعرضوه عشان يشوفوا بالظبط المساحات الكبيرة، زي مخيم الزعتري ده فيه 80,000 بني آدم. ايه اللي اكبر الدول الشعب ده الى النزوح؟ هنا يجب ان نقف دقيقة، من الذي يجبر اللاجئين والنازحين انهم يسيبوا بلدهم يخرجوا؟ هل هناك خطة للتغيير السكاني في المنطقة؟ هل السكان الأصليين في سوريا مفروض يطلعوا عشان حد تاني يجي بدلهم؟ ده اللي بيتردد من داخل المخيمات، والبديل الشعب البديل ده بيدفع فلوس جامدة عشان ياخد الأرض، ده على أقوالهم هم، ما عندناش حاجة قانونية تثبت ذلك. نتائج الجولة، ضرورة اهتمام العالم بالقضية الإنسانية، الحل في الأساس زي ما قال الدكتور نبيل هو حل سياسي، لابد أن ندع حل نهائي لقضية سوريا ونبطل الحرب عشان الناس دي ترجع، وبالتالي نتغلب على فكرة إذا كان هناك مخطط لاستبدال الشعوب. فكل اللي قابلتهم في المخيمات عاوزين يرجعوا سوريا، عاوزين يرجعوا بلادهم، فلازم نعمل على هذا، وده ما يتمش إلا بوقف الحرب وحل سياسي. نمرة 2 من الأهمية هو التعليم. الوقت فيه شباب عنده 12-14 سنة في المخيمات، أديله 4 سنين من غير تعليم، وكمان هيقعد 4-5 سنين تانية عقبال، افتراضا ان احنا حلينا سوريا سياسيا بكرة، على الأقل هيقعد 4-5 سنين عشان يرجعوا تاني. فالأولاد دي مش هتتعلم، بنطلع جيل جاهل هيقبأ يعني غذاء لداعش، ولا متعلم ولا عنده عمل، فلابد من إيجاد حل لموضوع تعليم الأولاد. العوز المالي فظيع، وبدي بتشكو منه المفوضية السامية للاجئين، بدل ما كانوا بيأكلوا مثلا 100 أسرة بالأغذية بيأكلوا 50، وقابل إنها تبقى أقل من كده. تشتيت الأسر، يعني الراجل قاعد في سوريا والأهل في حتة تانية، إيه اللي لازم نعمله إلى جانب التوعية ونشر المعلومات؟ إن نفعل القانون الدولي الإنساني في ظروف، أخذا في الاعتبار ظروف المنطقة دي واللاجئين والنازحين بتوعنا، زي ما عملوا في البوسنة والهرسك، اتغير القانون الإنساني والمحاكم الدولية دي وانشئت بسبب الجزئية دي. احنا عاوزين مناطق، نطالب الأمم المتحدة بمناطق آمنة للي يكون فيها اللاجئين والنازحين، مناطق آمنة يعني ما فيهاش طيران وما فيهاش الضرب ده. عاوزين مشروعات تنموية داخل المخيمات، يعني منهم فيهم يأكلوا نفسهم، يبيعوا حاجة صغيرة، ف
فدي كلها قضايا تتطلب معاونة القطاع الخاص والخيرين والأمم المتحدة والأمم المتحدة الحقيقة عليها دور كبير. ولو حتى إعادة النظر في الميزانية اللي بتخصصها لقوات حفظ السلام أفتكر أنها كانت تريح كتير من اللاجئين دول. هتجدوا مذكرة شارحة حضراتكم في الملف اللي موجود يوضح خطوات تفصيلية وأمور لا يسمح بها الوقت لأن أتحدث عنه. أشكركم وأتمنى أن الرسالة دي تصل إلى الإعلام وتسلط الضوء على هذه المعاناة لأنها فيها ظروف إنسانية خطيرة وكذلك ظروف سياسية أخطر. عملية احنا شفنا قبل كده مين اللي حل محل فلسطين في 48، هل سيكرر هذا في سوريا وفي غيرها؟ لازم ننتبه لها. شكرا. الآن السيد محمد ناصري. السيدات والسادة الحضور، تحية طيبة وبعد. فيما يلي نقدم لكم فيلم تسجيلي عن زيارة وفد منظمة المرأة العربية برئاسة سعادة سفيرة ميرفت تلاوي المديرة العامة للمنظمة إلى كل من لبنان والأردن والعراق، فضلا عن مصر، بهدف رصد أوضاع اللاجئات والنازحات في هذه الدول. وشكرا. كان في لبس، دعاني معالي الأمين العام للتحدث. سننطلق مع الفيلم وسأتحدث بعد ذلك. لا كهرباء ولا غذائيات، حتى 13 دولار ونص الغذائيات يعني ما بتكفي. انه كعائله انا بالنسبه لي عندي 6 اشخاص يعني ما بتكفي. كيف العالم بده يصير فيها بكره بالشتاء؟ بدخل هواء، بدخل شتاء، بكره ثلج، ما في مازوت، ما في شيء، يعني العالم وضعه سيء. من اين جيتي كل الجهات الوضع سيء. خايف بكره ما يقبلوا اي شهاده تكون موجوده مثلا بتراتب المغيم الزاتري. عرفت لي هاي ما بتمنى غير السلام يا عمي. الوطن العربي كله مو بس تجرنا بكفي، اولادنا ضاعت، التعليم ما في، جرائم في العالم والناس ما في. بتفوتك تودي الولد على المدرسه شهاده ما بيقبلوا غير شهاده موثقه، اثباتات موثقه، منين ما فيش منين نجيبها. بتروح بدك تسوي اي شغله كمان بدك اثبات شخصي، اثباتاتنا الشخصيه راحت.
منطقة الشيخ مقصود صار فيها خراب. جينا على المالكية، المالكية كمان صار فيها انفجارين، جينا لهون قلنا يعني نبعد عن المشاكل عن هالأشياء الشغل عن كل شيء. جينا هون يعني ما لقينا ولا شيء. والله عايز أرجع، إذا أروح أعيش بين الداعش أرحم من هون، أرحم بمئة مرة. يعني على أساس هربنا من هنيك من الشرق من الداعش وجينا على أمان، وين الأمان؟ هون ما في أمان، لا في أكل لا في شرب، أرزاق ما في ومصاري ما في والشغل ما في. يعني هالولاد كيف بدهم يعيشوا؟ هالولاد بيعرفوا الجوع؟ ها بدهم ياكلوا، إذا في ولا ما في بدهم ياكلوا، بدهم لبس، بدهم أكل، بدهم شرب، بدهم كل شيء.